فقر الدم المنجلي الحاد ينشأ هذا النوع نتيجة اضطراب وراثي في الدم، بحيث ينتج نخاع العظم خلايا دم حمراء غير طبيعية الشكل، والعلاج الوحيد في هذه الحالة هو زرع نخاع العظم أو الخلايا الجذعية. لنتابع مشاهدين حالة الطفل أي من ولاية قسنطينة مع مراسلنا هارون بوحزام. مرض فقر الدم المنجلي هو مجموعة من اضطرابات خلايا الدم الحمراء الموروثة مع وجود مشكلة في هيموغلوبين الدم، والخلايا منجلية الشكل ليست مرنة ولا يمكنها التغيير في شكلها بسهولة، وينفجر الكثير منها أثناء تحركها عبر الأوعية الدموية، ويمكن أن تلتصق أيضاً بجدران الأوعية، مما يتسبب في انسداد يؤدي إلى إبطاء تدفق الدم أو إيقافه. وعندما يحدث هذا لا يمكن للأكسجين الوصول إلى الأنسجة المجاورة. لؤي بدات المعاينة تاعو سما كيما زاد بعد كان عنده صفاير، وداويته سما عطاو لي الدواء وارتاح، وعطاني تاني سما الدواء تاع لانيمي. ومن بعد شغل كل ما نديه للطبيب كي يمرض والله يلقاه نقص دم، يعطيني الدواء سما تاع لانيمي ما قعدش يرتاح. ومن بعد شغل كي خطره درت له لافانس لقيتها ثلاثه، من بعد حكمه في السبيطار، ومن بعد قالوا لي سما ماهيش نورمال هذه اللي تهبط حتى لثلاثه. كي داروا له التعيير قالوا لي عنده فقر الدم المنجلي. ونظرا الى الاطفال المصابين بفقر الدم المنجلي معرضون للعدوى، والتي غالبا ما تبدا بالحمى ويمكن ان تكون مهدده للحياه، ولذلك يستلزم توفير العنايه الطبيه العاجله في مثل هذه الحالات. سما لازم يدخل السبيطار، بقيت هكاك سما داخله السبيطار خارجه داخله خارجه. المهم كي ولا في عمره 5 سنين دارت له جلطه دماغيه، زدنا عام وحنا معاه في السبيطار باه يرتاح من الجلطه هذيك. ومن بعد دوكا في الاونه الاخيره زاد دارت له سما الشغل العظم تاعو تاع كربته وتكل من المرض تاعو، سما يمرض بزاف يدير له السطر بزاف يمسلانو. وثاني نحى المراره هيه ثاني دار له السطر فيها ونحاها. سيتو في الليل بعد راه تشوف يدير له السطر، يعني كثر كما يقولها الواحد الكبير السطر تاعو واحد ما يحملوش خلاص. ومن بعد ولا ماما يقول لي ما قدرتش نفسني راح نموت. الساعة شغل الخبطة تاع قلبو زادت والسطر دالو في قلبو، كي راح للطبيبة في السبيطار يقولها قلبي لي يوجع فيا، هي سما زادت تعطاتني الراديو تاع قلبو. ومام تاني ظهرو ديما يدير له هذا، سما كون مثلا يصدر ولا أي حاجة بسيطة هكا يدير له السطر في ظهرو، والسطر يعني واحد ما يقدر يتحملو. حنا دوك عندنا كل شهر ندير له شونش على الدم، نحيلو الدم قديم ندير له دم جديد. هاو تاني عندنا مشكل تاني، حنا الدم تاني ما كانش، الدم ما كانش، تنديروا النداء مع المحسنين هو اللي يجيبوا لنا الدم. العلاج الوحيد لفقر الدم المنجلي هو زرع نخاع العظم او زرع الخلايا الجذعيه. قال لي لازم تعالجل العمليه سجله، لازم دير الخارج ديروا العمليه. العمليه هذه في فرنسا مستشفى اللي لها عيطالو. وهنا في الجزائر سما كاينين اللي يزرعوا شغل عندهم نقولها من العائله تاعهم ينطابقوا مع ولادهم الاخرين. وانا كي درت التحاليل لولادي الاخرين ما جاوش ينطابقوا معاه، قالوا لي لازمك في الخارج عندهم البونوك تاع كيما نقولها تاع لي دونور، يقدروا يعطيوه يقدروا ينطابقوا معاه ويعطيوه سما ويدير العمليه. والله نطلب من السلطات اللي كان يتكفلوا لي بالطفل، حالته قاعده تزيد غير سوء. سما دوكا عاد يدير له السطر في قلبه، يعني وصل لاقصى درجه. وكاينين بزاف اللي يقولوا لي تطلبي وما عرفوش هي، نقول لهم كون جيتو في بلاصتو تحسوا بيا، يعني تشوفوا ولدكم هكا يعاني. وزيدوا يقولوا لي تطلبي بابنك، لا غالبا انا كون لقيت حل راني درتو مش جيت نطلب هنا، كون جاو عندي الدراهم ولا عندي كش واحد يتكفل به ما نجيش نطلب. لا غالب ما قعدتش نطلب ماكله ولا شرب، انا نطلب في الطفل برك يداويوه لي، ماش عايش خلاص كي الولاد.
اكوشت والولاد يلعبوا هو من السبيطار لاباراي في الدار ماش عايش خلاص كي الناس. العملية تاعو مطلوب تاعو العملية تاعو جملاير ونص، العملية تاعو جملاير ونص بلا إقامة، بلا إقامة هذه العملية تاعو جملاير ونص. حد الآن دوك حنا ملمين تاع 200 مليون دوك حد الآن، حنا نطلبوا من قلب الرحمة أهل الخير المحسنين إن الجالية الجزائرية يعني اللاعبين تاع الجزائر اللي تاع يلعبوا في البالو هنا يعاونونا باش اللي يقدروا عليه، يعاونونا باش اللي يقدروا عليه. المهم 100 فرانك 2000 فرانك شدي يكسب ربي، المهم يعاونونا برك. هاك طلع الازمه تاعو راه تزيد برك، حنا كل ساعه معاه في السبيطار، حنا في معاناه كبيره معاه في السبيطار. الرقم تاعي الهاتف نعطيك رقم الهاتف تاعي 07 95 77 39 21. ونظرا لان عمليات الزرع يمكن ان تكون لها اثار جانبيه خطيره، فعادة ما يتم استخدامها فقط في الأطفال المصابين بفقر الدم المنجلي الشديد. ولكي تنجح عملية الزرع يجب أن يكون نخاع العظم متطابقاً تماماً. شعارنا التعاون، وهدفنا إيصال صوت البسطاء وتقديم يد المساعدة لمن هم بأمس الحاجة للمساعدة.